عن طريق أعزائي المشاهدين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بنعتذر لتأخير بسبب عطل فني. حقيقي الناس بيعاتبوا عليا عشان كثرة المشاكل اللي طول الأسبوع، وأنا اتكلمت مع الناس طول الأسبوع قلت لهم في مشاكل بنعرضها على الشاشة، زي مشكلة المية، مشكلة تكافل الكرامة، مشكلة الكهرباء، ولكن في مشاكل خاصة بقضايا أنا كشخص ما أقدرش أعرضها، لازم صاحب المشكلة يجي بنفسه يعرض المشكلة حتى إن إحنا ما نتعرضش لأي مشاكل. برضو للأسف أنا كنت مستضيف النهاردة الأستاذ شعبان خليفة، رئيس نقابات العاملين بالقطاع الخاص، ولكن للأسف هو قاعد دائري، يعني حصل حادثة، ربنا يخرجه إيه سالم واعتذر. وإحنا معانا ومعاكم برضو ضيف عزيز علينا، التقينا في الحلقة السابقة معاه، هو أحد المخترعين، زي ما اتكلمنا إن البرنامج بيرعى المخترعين وبيرعى المشروعات. وحقيقي الأستاذ مجدي رشاد معايا في البرنامج، يعني شخصية عظيمة، مخترع زي ما بنقول، عنده حوالي 37 اختراع وأكثر من 148 مشروع. قبل ما أدخل مع الأستاذ مجدي برضه أؤكد اللي عنده أي مشكلة التليفونات مفتوحة، واحنا نستقبل كل المشاكل وهنعرضها على السادة المسؤولين. يعني احنا مش بنعرض المشاكل وخلاص، لا، احنا بنعرض المشاكل على السادة المسؤولين. وبرضو من خلال البرنامج بشكر سيادة اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية اللي أبدى ترحيب باستقبالنا عنده بكرة في مكتبه، برضو عشان نعرض بعض المشاكل للمشاهدين اللي اتصلوا بيا خلال الأسبوع. استاذ مجدي اهلا ومرحبا بحضرتك. اهلا بحضرتك. يعني انا كنت سعيد معاك الحلقه اللي فاتت في احدى القنوات لظروف خاصه زي ما انت عارف، واتكلمنا عن المشروعات اللي حضرتك قدمتها للدوله المصريه خلال السنوات السابقه والاختراعات. جميل. طيب النهارده هنكمل مع حضرتك يعني مشروعي اللي انت فكرتك ان احنا ايه نقول مشروعي. جميل. هتقدم لنا ايه النهارده للدوله المصريه ودعما للدوله المصريه؟ هو طبعا ما اقدرش انكر ان انا عاشق من عشاق مصر، وبعشق زعيمها السيسي، وبعشق اللي نقدر نقول عليهم اللي هم درع وسلاح البلد، القوات المسلحة. وبشتكي كده شكوى صغننة، يعني بهمس ودن السادة المسؤولين ان مشاريعي اللي انا بقدمها لما تكون حلوة او تلقى اعجابكم ارفعوا علي السماعة وقولوا لي، لان انا اللي انا قلته مثلا ما يعادل 25-30% قلت لك عن المشروع، بس اكيد انا عندي ما هو اكثر من ذلك في جانب المشروع. يعني مشروع من المشاريع اللي انا حزين عليها كمسميات، انا عامل حاجة كل من قريب مني حتى ولو كان بعيد يعلم عن المشاريع الثلاثة اللي انا دلوقتي ببص عليهم وهم مش بينجحوا. يعني مشاريعك بتتنفذ الان يعني حاليا بدون ما حد يرجع لي اولا عشان يسالني في باقي المشروع او يذكر اسمي فيها. والثلاث مشاريع يمكن الناس تستغرب لما هقول المعلم الالكتروني، هو النظام الحديث بتاع الثانويه العامه اللي يبدا بالمثل اللي انا كنت كاتبه في الورق اللي انا سلمته مبدئيا، ناقشته مع السيد احمد الجيوشي نائب السيد وزير التربيه والتعليم والتعليم الفني، ونصحني بان انا انزله اسلمه يدا بيد. فطبعا وجدت الاخوه يقولوا لي لا، لازم تنزله تحت في مكتب الشكاوى والمقترحات، فاتسلم من حوالي 5 سنين. اللي هو مشروع بنك المعرفه، اللي هو دلوقتي بنك المعرفه منه حاليا، بنك المعرفه ومنه طريقه الامتحان حتى طرق التايتل. يعني اذا مشروع بنك المعرفه اصلا مشروعك انت، سلمته في الوزاره لنائب الوزير. عندي ما يثبت ان انا مسلمه لوزاره التربيه والتعليم، يعني اداره الشكاوى يعني انت معاك ورقه بتثبت انك سلمت هذا المشروع. غير بس إن هل أنا المشروع هل المشروع اتنفذ زي ما انت عاوزه ولا مبطور؟ انا اتمنى ان انا اقول ان هو اتنفذ ونجح، ولكن انا ما اقدرش اقول ان هو اتنفذ زي ما هو. يعني انا كنت عامل اشياء معينه معتمد على 3 ركائز: الماده العلميه، المعلم، الوسيله.
المادة العلمية أنا اتناقشت مع أكتر من حد وقلت لهم يا جماعة الكتاب والشنطة والتقل ده، الكتاب كله على بعضيه لا يزيد بالنسبة لي حسب فكري عن 4 5 صفحات. أما اللي هيبقى فيهم إيه؟ هيبقى فيهم ملخص الداتا، النظرية، القاعدة، المعادلة، ولكن كل اللي موجود من معلومات أمثلة وضروب من الـ 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 يعني الافتراء على المادة العلمية بأن أنا بجيب بعض معلومات صعب أن يفهمها الطالب وبعض معلومات نقدر نقول أنها بديهية كما لو كان فسر الماء بالماء. يعني أنت طب ما تسيب الولد يبحث من خلال وسائل العلمية اللي موجودة ويبدأ بدل ما هنقول يبدأ يبحث في الكتاب ويبحث في الدورية، لا ما تخليه كمان هيبحث في مواد التكنولوجية زي النت وزي ال هم اللي طبقوا اللي هو بنك المعرفة ان الولد ده. ما كانش في حاجة اسمها بنك المعرفة بالنسبة لي، أنا كان بالنسبة لي اسمه بنك المعلومات، والمثل اللي أنا ضربته اللي يتيح لحد غيري ضربه، أنا بقول إن المادة العلمية عنصر ما وليكن البطاطس بالانجلش بوتيتوس، بالفرنساوي بيمبو داتر، بالرياضه رقم واحد، بالفيزيكالي كيمياء بيولوجي، كل حاجه فيها. طب انت بتتكلم عن المواد دي، هل ينفع ان انا ادرس البطاطس في الفلسفه وعلم النفس؟ ازاي ان انا اقول في علم الطفل ازاي بتؤثر هذه الثمره على الطفل لو تم تشكيلها بشكل معين، ان انا اقدر اعمل لها بمذاق معين، هل ده بيعمل بالنسبة للطفل ايه، هل انا بيديني طاقة ايجابية ولا بيديني طاقة سلبية. كل ما هو مواد علمية انا بطوع المادة في ان انا اعمل حاجة كنت بنادي بيها اسمها الحصة الشاملة. هنقف عند الحصة الشاملة. معايا مداخلة الاستاذة امل، اتفضلي. السلام عليكم. عليكم السلام، اتفضلي يا استاذ. الله يكرمك. حضرتك طيب والامه الاسلاميه طيبه بدخول شهر رجب علينا وعلى الامه الاسلاميه بخير يا رب. الله يكرمك. حضرتك انا في عندي مشكله وبطالب فيها وزير الداخليه او اي حد من القوات المسلحه. انا زوجي انا مكتوب كاتب كتابي من 3 اغسطس 2019 شهر 8. الشخص ده معاه كارنيه مكتوب عليه محمد عبد الحميد البكر طلب عبد الحميد كفر سنباط الغربية أكبر نصاب عالمي بياخد فلوس من الناس بحجة توظيفهم عن طريق القوات المسلحة، ومعايا كل ما يثبت إن هو نصاب عالمي. وأنا اتضح بعدين بعد الميعاد اللي كان محدد للشباب اللي أخذ منهم فلوس 15 أكتوبر 2019، قفل تليفونه وهرب. اتضح إن عليه قضايا أحكام 3 سنين 2018 و6 شهور في 2015 وشهر في 2015، ومفيش أي حد من الداخلية قادر يتم القبض عليه علشان معاه الكارنيه مكتوب عليه ملازم شرف بالقوات المسلحة. رحت الحاكم العسكري. معايا حضرتك أستاذ أحمد؟ معاك اتفضلي. رحت الحاكم العسكري أو المستشار العسكري في سوهاج، قال لي ده بره الخدمة يا فندم. قلت له طب هو بيستخدم الكارنيه؟ قال لي أنا عارف بس أنا هعمل إيه. رحت للتحريات العسكرية في أسيوط مشكورين جميعا. 7/12 قدمت بلاغ اترفض. رحت أنا والشباب إن ده نصاب عالمي برضه نفس القصة، وطلعت اتضح إن أنا في التحريات العسكرية إن أنا مش الزوجة الأخيرة، كاتب إقرار على قسيمة الزواج إن لا توجد زوجة أخرى، اتضح إن أنا الضحية رقم 6 الرابعة اللي على ذمته واثنين مطلقين. اتضح برضو ان هو في الغربية هارب وعليه كل الاحكام اللي قلت لحضرتك عليهم من الغربية. انا بناشد وزير الداخلية ان يتدخل ان يتم القبض على محمد طلب عبد الحميد كفر وصنباط الغربية مركز زفتة، وبناشد القوات المسلحة ان يتم سحب الكارنيه، وبناشد الفريق محمد فريد رئيس اركان حرب القوات المسلحة ان يسحب الكارنيه منه، لان محدش عارف يمسكه ولا في اي كمين. اول ما يطلع الكارنيه اتفضل يا باشا. امتى الظلم هيفضل في مصر لحد كده؟ انا على الهوى ومسؤولة مسؤولية كاملة عن هذا الشخص عن هذا البلاغ.
دمر لي حياتي، انا عايزه حل من اي حد. شكرا شكرا حضرتك، ما تبكيش، واحنا بنتضامن مع حضرتك وبنقدم البلاغ للسيد وزير الداخليه. معانا ام حسام الفيوم، اتفضلي. الو الو، اتفضلي يا ام حسام ووطي التلفزيون شويه. استاذ فهمي، اه اتفضلي. استاذ فهمي، حسام كلمك على الوضع على المشكله بتاعت المسيمه. استاذ فهمي، اتفضلي، انت على الهوا دلوقتي. ايوه استاذ فهمي، ايوه معاكي، اتفضلي معاكي. انا من ناديه من الفيوم، ام حسام. اتفضلي. بعت لك على الاسبوع اللي فات على المشكله بتاع مجلس المدينه. طب اتكلمي وطي التلفزيون، احنا سامعينك. يا استاذ فهمي، انا كده ضربت على كل الابواب، ما فيش مسؤول في محافظه الفيوم الا ما رحت له، الانصار المحافظ الجديد، رئيس مجلس المدينه، النواب، الاحزاب، ما فيش حد راضي يحل مشكلتنا خالص. الرد بعد ما دخلت للسيد المحافظ يقول لي ازاي زيك زي اللي استلمه مشكلة مجلس المدينة، زيك زي اللي استلموا زي ماما، ومعاك نفس الشروط ونفس الورق وما تستلميش، سيب لنا الورق بتاعك. قعدت 15 يوم في التفتيش المالي الإداري، رجع لي الإسكان يقول لي المشكوة ليها الحق بس ما فيش أماكن. سبت الشكوى بتاع المحافظ ورحت رئيس مجلس المدينة، لسه مستلم بقاله 15 يوم. دخلت له الأسبوع اللي فات، قال لي لا يبقى ليك حق، زيك زي يبقى لازم يبقى ليك حق، بس أنت ما فيش مكان. قلت له لا في مكان، في 21 شقة مقفولين على الفاضي، مبنيين على ذمة 71 شقة، 71 أوضة على قد 71 شقة، إزاي ما فيش؟ قال لي لا ما تجيش إنك أنت تتكلمي في دولة، الدولة إحنا مخليهم للطوارئ والحياة العامة، وأنت في قائمة الانتظار، وإن شاء الله أول ما يجي لنا حد أنت أول واحدة ليك الأولوية. يرضى ربنا ده يا أستاذ فهمي. ده إحنا على فكرة في موضوع أوضتك ديت من 2018، يعني إحنا بقالنا سنة بنتكلم. لا مش من 2018، أنا من شاكياك من شاكية من 2017، بس بشتكي من 2017 مش 2018. لا ده أنا يعني أنا اتكلمت في موضوع حضرتك في كذا قناة على موضوع الغرفة اللي هتسكنوا فيها أربع أسر في غرفة ومستكترين عليكم الغرفة. الحل دلوقتي هعمل إيه؟ كل ما أروح مكان يحولني. بص حضرتك، أنا معايا ميعاد إن شاء الله بكرة مع السيد وزير التنمية المحلية مشكورا، وأعرض عليه مشكلة حضرتك بالتفصيل وإن شاء الله خير. شكرا شكرا. استاذ، عشان حضرتك عندك مشروعات كتيره، هنخرج من الغصه دي اللي هي بتاع بنك المعرفه، وللاسف هم شوهوه، يعني شوهوا بنك المعرفه. أكيد أكيد. لان لما انت قلت الولد هيقعد على البحر هيمتحن، لما السيد الوزير قال الكلام ده الناس قالوا ما يجيب المدرس جنبه، واخد بالك، وهيملين الامتحان. لا هي كل حاجه بنت قالت وفي بنت قالت ان الكمبيوتر نفسه او النت حللها الايه الامتحان. انت كان ليك، انا عارف ليك ضابط للامتحان الالكتروني، قول لنا الضابط ده عشان تعرف ان هم ما عرفوش يعني ياخدوا مش عايزين كامل. يتكلموا، لو هم هيتكلموا يعرفوا كل حاجه. اولا في غرفه يمتحن فيها الولد، شرط اساسي ان يكون معاه 3 كاميرا 2 مايك. 3 كاميرا هيستقبل عيلته كلها، اسرته، الكاميرا هتجيبهم، وبعد كده يقول لهم اتفضلوا، ويقفل بابه ويعلق على الباب مايك واحد منهم، وتبقى الكاميرا جايبه الباب وهو بيقفله. الكاميرتين التانيين هتبقى واحده مواجهه له وشه، والتانيه هتبقى مواجهه له من ظهره، وطبعا هيبص بجنبين عشان لو في سماعه موجوده معاه. طبعا هيقعد يمتحن ساعتين، ساعه ونص، 3 ساعات، طول الامتحان في غرفه مغلقه فردي. لو اتسمع من السماعه اي صوت هيتلغي له الامتحان. لو حاول يدور في اي كتاب مش حاجه اسمها اوبن بوك، وفي الاخر يطلع الامتحان كله ملوش علاقه بالكتاب، طب انت جايبه ليه؟ يا اما الولد يستلقي المعلومه من الكتاب، يا اما يستقي المعلومه من الكمبيوتر. انا ما كانش في موضوعي حاجه اسمها تاب نهائي، لان انا عايز الولد يراقب وهو في بيته. وبعد كده احنا عرفنا وسامعين عن كتير من التجاوزات اتحطت على تاب الولد، وانا مش بزعم المره دي، انا اؤكد لو اتمسك التابات الاولاد اللي بقوا السنه الثانيه مفيش تاب هيبقى عليه ماده علميه خالص. ده في مدرسه قالت لي بلغ في الحلقه ان ماده الفرنساوي بتاع ثانيه سنه مش محمله على البنك المعرفه، فانا ضحكت. بتقول لي بتضحك ليه؟ قلت لها نص المواد اساسا مش محمله على بنك المعرفه. ولو محمله هو لغيها، هو الولد بيلغيها. هو اساسا مفيش امتحان اصلا جه ولا من كتاب ولا جه من بنك المعرفه، لان بنك المعرفه الحجره زي ما قلنا 90 مرة مغلقة من العام الايه؟ مفيش حاجة كان المفترض انها اسمها بنك المعرفة، بنك المعرفة. هي حاجة اسمها المعلومة، وبيتعمل للمعلومة داتا داخل خاصة بيها في بيسمى غرفة تخيلية، وبنبدأ نتعامل مع الغرفة الاعتبارية اللي هي 200 300 طالب، كل طالب في بيته، ويتعامل معاهم المعلم
عشان يبدأ يتكلم ويتناقش في المجموعات اللي انا اتكلمت فيها، ان يبقى في اربع مجموعات. طب الاربع مجموعات اللي بتتنفذ دلوقتي في المادة العلمية اللي هي معلومة مثلا، وليكن انا بتكلم عن حمض او بتكلم في الرياضة عن نظرية ما، طيب الاربع اولاد هيشتغلوا على نفس الموضوع في بحث، طب المعلومات هيبقى المجموعة دي 8 والمجموعة دي 8 مثلا 4 في 8 32 32 طالب، وليكن مثلا ده اعلى نسبة موجودة في اللي المفروض يتعمل. طب ده هيجيب نفس المعلومات اللي هيجيبها دوت اللي هيجيبها ده. طيب البروسيسنج التخصص ده هيجيب من ناحية ايه وده هيجيب من ناحية ايه؟ بمعنى انا هدرس جسم الانسان او هدرس نبات زهرة، الزهرة دول هيتكلموا عن الشكل الخارجي ومكوناته، طلح ونتوءات و يتكلم عن ده. ده هيتكلم عن المواد العناصر المكونة لها. المجموعة الثالثة هتتكون عن اقدر استفيد بهذه الزهرة بايه. الموضوع الرابع يتكلم عن الاضرار او الامراض اللي ممكن تصيبها وازاي اقدر اعالجها. يبقى انا كده لميت في حصة واحدة. احنا كده استاذ مجدي، ما احنا دعوة للوزير يعني استضيف حضرتك طالما انت صاحب المشروع الاصلي اللي مقدمه في الوزارة هم شوهوه، طب ما انت نفسك تروح تعدل لهم النموذج بتاع بنك المعرفة اللي عامل أزمة ومش عارفين يحلوه. هو مبدئيا انا مش مقتنع بحاجة اسمها بنك المعرفة، اللي هو بنك المعلومات. هي اسمها بنك المعلومات. طب سيبك من المسمى، اتفضل حضرتك. احنا دعوة لوزير التربية والتعليم على الهواء. اتشرف طبعا ان انا نفسي حصلت معاك نفس المشكلة. انا كنت مقدم مشروع لتطوير التعليم، قدمته هنا في الصحة والجمال على الهواء، ده مشروع انا، وقدمته في الحدث اليوم برضه مشروع انا، وقدمته في صوت العرب. فوجئت في قناة تن مستضيفين واحد اسمه دكتور عماد، بقول لهم انا صاحب فكرة مشروع تطوير التعليم، وانا مسجل ده مسجل هوا يعني على اليوتيوب باسم انا، لسه شايف الفيديو النهاردة. فمش عارف ايه طبيعة الشعب اللي عمال ان هو في اكاديميات وفي ناس كتيرة بتقعد كده توزع على بعضها شهادات، ده مستشار تعليم، ده مستشار تطوير تعليم، ويهنوا بعض ويقوم يتصوروا صورتين ويمشوا، ويبقى كل واحد عامل زي كرنيهات بتاعت اعداد قادة، زي كرنيهات مش عارف ايه. في الاخر ايه الداتا اللي انت اخدتها؟ طب اخدت داتا، ايه اللي انت استفدته كمعلومة؟ طب استفدت معلومة هتفيد دولتنا بايه؟ ده اللي حصل. ده سيادة المستشار فلاني تطوير تعليم، وهو اساسا دبلوم صنايع. طب انت دخلت الحقل التعليمي، ده مدرب الكورة لازم يكون بيلعب كورة، انت اتعلمت، انت درست، تعرف ايه هي طرق التدريس، تعرف ايه هو التذوق اللي هو للمادة، تعرف ازاي ان انت تقدر تتغلب على المجموعة دي في انك توصل المعلومة لهم. على فكرة دي مش حاجة واحدة، ده انا بتكلم في حاجات كتير. المشكلة استاذ يعني مجدي، احد المراكز مفروض لمحاربة الارهاب، فهو بيوزع شهادات تقدير، فالمهم دخلت له بقول له حضرتك ده مش دورك انك توزع شهادات تقدير ب 15 جنيه وتتصور. قال لي حضرتك انت قاعد قدام التكييف وقدام الموبايل وما تعرفش احنا بنعمل ايه، احنا بنعالج عمليات قلب وبنساعد الايتام. قلت له يعني ده دور المركز، يعني انت تاخد الرخصه. قلت له حضرتك المفروض بتعمل محاضرات واجتماعات ومناقشات وتنزل المناطق الاقل تعليما عشان تعرفهم يعني ايه دوله، يعني ايه خطر الارهاب. ان حضرتك بتاخد دعم من الخارج واشراك الاعضاء 150 جنيه، انك تعمل كتيبات لطلبه المدارس الصغيره تبص فيهم الوطنيه وتعرفهم خطوره الارهاب على الدوله. ده زعل. ده هو مش كتيب بس كمان، لا ده زعل. قال لي انا بقى اشتكيك للجهات المختصه وصاحب القناه صاحبي، واشتكيك لصاحب. طب ايه اللي دخل صاحب القناه وايه اللي دخل الجهات المختصه؟ رغم ان لما تناقشني في اللي انا بكلمك فيه. لا ده انت مركز عالمي لمحاربه الارهاب، لا ده بقول لك احنا بنزوج الايتام وبنساعد في عمليات القلب. فاقصد اقول لحضرتك ايه؟ يعني حملات كثيره ودعوات كثيره لدعم الدوله، اجي اقول لهم طيب انتوا عملتوا ايه لدعم الدوله؟ الدوله مش عاوزه حملات، الدوله عاوزه اخلاص. بالزبط. عاوزه عمل، عاوزه انتاج، مش ان انا اعمل اتصور واخد شهادات. فاحنا عاوزين اللي بيحب مصر يا جماعه ياخد بايد الرئيس، الرئيس عمال يجتهد ويسعى ويتعب زي ما قلنا قبل كده مليون مره صراحة. بيصحى الفجر بدري، بيصلي الفجر، بيعدي على القوات المسلحه، بيزور المشروعات كل يوم مشروع، هو ده. ولكن انا اخد الثمره المكسب استفيد من ورا الحمله،
يعني انا عامل حمله عشان اخد اشتراك من العضو 150 جنيه في السنه مثلا، في مليون عضو على مستوى المحافظات، اعمل لي سبوبه 15 مليون واروح مدخل بقى فيها شهاده تقدير واعمل مؤتمر لدعم الدوله. هو ده اللي انا بتكلم فيه، فده المشكله اللي بتبقى الزفه الاخيره اللي بتتوزع فيها. طب جوائز. استاذ مجدي عشان نرجع لمرجوعنا برضو، انا قبل الحلقه برضو في يعني حلقه غصه برضو من مشروع تاني انت قدمته من 9 سنين لمجلس الشعب قبل طبعا الثوره، والاحد يعني الناس وهم برضو بيتنفذ دلوقتي بدون ما يرجعوا لك، وبرضو ما نسبوش الفضل لصاحبه. لا بإذن، انا الفضل ينسب لبلدي ولدولتي. بس انا كان المفروض ان المشروع طريق العائله المقدسه ده معمول له انظمه كتيره، ال 25 نقطه دول اهملوا كمان، وتسال الاخوه الاقباط اهملوا كمان نقطتين في، او طبعا واحده للاحتلال انها محتله، والثانيه لانها طبعا بيت لحم، احنا بنتكلم عن بيت لحم، والثانيه اهملت لطريق السيده العذراء اللي انا عشقتهم وعشقت مصر وكتبت فيهم كتير. بس انا عارف ال 25 نقطه كل نقطه هتبقى بجوارها مدينه كامله. يعني ما معنى كلمه مدينه؟ بس انا قريت على المشروع النهارده ان وزاره التنميه المحليه مع عده وزارات بداوا ينفذوا المشروع، وانا عارف ان المشروع بتاعك ده انت مقدمه من 9 سنوات، حتى الورق الاصفر اصفر عندك وحمر وانت شايل المشروع، فجئت بتنفذ من غير انت نفسك صاحب المشروع او الفكره اللي تقدر تنجحه، برضه سرق المشروع من خلال، برضه مش هنقول اسم الجهه اللي سرقت عشان ربنا يسهل لها، برضه سرق المشروع وبيتنفذ الان بدونك، فبالتالي هيبقى في عوار. هو انا ممكن ما اقولش ان اتسرق، لان انا اتكلمت مع اكتر من مكان في اكتر من جهه، خدوا بعض او ناس راحت لناس قالوا اه ده اتكلم معانا في ده عمل، وفي الاخر هو المشروع عباره عن ايه؟ عباره عن طريق زي المترو، قلنا الجانبين بتوعه هيبقوا بماده شفافه تخلي اللي جوه يقدر اللي جوه يبان للي بره. طيب على جانبيه، على جانب الشيء المقدس ده ممكن تقام مدينه ويبقى في كوبري يعدي من الجنب ده للجنب ده حسب اتساعه. المدينه تبقى عباره عن ايه؟ تبقى عباره عن اوتيل يجمع جميع جنسيات العالم اللي هي تيجي تحج لهذا المكان لمده 3 اعوام لو هو عايز يمشي على خطى السيده العذراء والسيد المسيح. لو عايز ياخدها في 3 ايام هيركب مواصلاته ويقدر يمشي للنقط دي. النقطه عباره عن ايه؟ النقطه عباره عن مدينه كامله بكل ما تحمل كلمه مدينه، بمواصلاتها، بناسها وسكانها، بالمناطق التجاريه، بمناطق المواصلات. ويبقى انا عندي هنا عملت على الجانب الشرقي لجمهورية مصر العربية طريق تاني يقدر يحيي هذه المنطقة. هعمل على الجانب الاخر اللي انا كنت بتكلم فيه شجرة لكل طالب، عبارة عن 5 وزارات كاملة هتبقى الراعي الرسمي لده. انت طالب عندك هيمتلك في الاخر 100 متر، ولكن ليس بالطريقة التي امتلك بيها ايام جمال عبد الناصر، فددين، 5 فدادين، واتخذت بقت عبارة عن مساكن، وحصل تصحر، بدل ما كنا اصحاب 6 مليون فدان تزرع قطن وقمح بقينا صحاب 6 مليون فدان تزرع عماير او احجار اسمنتية. الملكية للطالب شرط اساسي قبل ما يدخل في هذا المشروع تكون ملكية المشاع، بمعنى انت ليك 10 متر في المكان ده وليك 100 متر في المكان ده وليك 14 شجرة من اول KG1 لغاية ثالثة ثانوي او ما يعادلها، كده انت بتتخرج من زراعة تمسك شجرك وتبقى واحد من ضمن العاملين هناك. طيب المساحة دي عبارة عن ايه؟ عبارة عن 25 فدان في 20 فدان، ده حوالين الطريق، ده المساحة اللي هي، لا دي هتبقى غابة زراعية، ده فيها حوالين كل الطريق بتاع السيدة العذراء، ولا احنا خرجنا من السيدة العذراء؟ لا خرجنا من السيدة العذراء. انا عاوز اكمل، انا عاوز اكمل نقطة عشان برضو نوضح للناس ان طريق السيدة العذراء ده هيبقى طريق سياحي مغلق، الاماكن اللي مشيت فيه السيده العذراء زي ما انت قلت ده اللي هيبقى مغلق، ده اللي هيبقى زي من اول بيت لحم لحد اسيوط لحد دير المعارض ان شاء الله. ان شاء الله الناس اللي هيجوا يحجوا سواء مسيحيين او غير مسيحيين من الدول الاجنبيه هيمشوا في الطريق ده داخل الاطار الزجاجي؟ لا مش هيدخل داخل الاطار الزجاجي. هو هيتعمل للطريق نفسه سورين من الجنبين. انا عارف اللي عايز يحج يحج على جانبي، وهيبقى في حاجه اسمها حرم المكان. بعد هذا الحرم تبقى فيه طرق مواصلات،
بعض الطرق والمواصلات ديت هيبقى في بقى المدينة اللي هتبقى مكونة يعني مثلا عند الشجر اللي قعدوا عندها نعمل هنا فندق مثلا. الشجرة نفسها تدخل داخل الإطار ما خارج هذا الإطار اللي هو بقى الايه الحياه المدنيه اللي هتبعد بمسافه. بحب افسر ليه عشان هم الحكومه شغاله حاليا في المشروع فممكن يسعده. يستفيدوا برضو من لو انا هعمل لهذا المكان حرم والحرم ده ليه يا جماعه لان الاثر يتاثر بكل المواد اللي هتطلع من عوادم السيارات وابخره وادخنه فانا لازم اديله حرم بحيث ان المكان ده لا يتاثر بعوامل الطبيعيه او العوامل الايه اللي هتبقى مستحدثة وبعد كده طرق وبعد الطرق هيبقى مكان للناس تعيش فيه بشكل يا اما شكل فندقي سياحي يا اما اللي عايز بعد كده يعيش يبقى على هذه على هذا المكان على جانب من جانبي هذا المكان تبقى مدينة وتسمى بمسمى هذا الأثر. طيب داخل هذا الحرم من سيعمل فيه هو يدين بالدين المسيحي. خارج هذا الحرم من يدين بأي دين واللي عايز يعيش مسلم مسيحي ايا كانت هذه الملة يقدر يشتغل ويقدر يعيش. بس انا عاوز توضيح عشان ده مشروع قوم هم يعني بيأسسوا ليه في هذه الايام ان احنا السياح هيجوا هيمشوا في طريق العذراء والسيد المسيح من اول بيت لحم لحد ما ندخل على الدير المحرق كسياحة دينية هتجيب ناس من كل دول العالم. أمل حضرتك بنوضح بس عشان نفصل مشروع اللي هو التشجير بالنسبة للطلبة ده شجرة لكل طالب صحراء غربية مصر. أيوة ده مشروع تاني عشان نفصل حضرتك كمل بالنسبة ليه ده عبارة عن مساحة هتبقى المساحة دي اسمها الغابة الزراعية المساحة اللي هتبقى بتاعت المدينة هتبقى 25 فدان في 25 فدان مقتطع منها 5 فدان بطول ال 25 فدان هي هتبقى منطقة سكنية وبعد كده مدن حدائق وجناين وبعد كده منطقة زراعية منطقة صناعية ده المكان. طب المنطقة الصناعية دي في المربع ال 25 في 25 فدان انا ممكن احط جنبها مربع تاني 25 فدان وتبقى المنطقة الصناعية دي تبقى بجوار منها منطقة صناعية والمنطقة الصناعية دي يبقى جنبها زراعية لا الصناعي صناعي صناعي لان دي زراعي دي صناعي في المربع ده ألف ودي تبقى صناعي في المربع ب ودي تبقى صناعي في المربع ج ودي تبقى صناعي في المربع د. لو انا خدت الخمسه فدان في عرض الخمسه فدان لما اجي اعمل بعد كده بالمربع ده اللي هو الشكل ده هيديني شكل مربع هيبقى 10 فدان في 10 فدان ده بتاع الاربع مدن اللي هيعمل فيها سكان هذه المدينه اللي هيبنيها ساكن هذه المدينه اللي هيبقى طبيب او معلم او مهندس او كل دول اللي هم يعيشوا في هذا المكان. على جانب هذا المكان بعد ال 25 فدان انا ممكن اعمل كل مجموعه الطرق بما فيها الطرق اللي هي الالات الحديثه زي المترو وزي طيب فاصل ما بين 25 فدان وال 25 فدان اللي الناحيه الثانيه اللي هناك ممكن بعديهم كمان اعمل هذا الفاصل لان هنا 25 فدان هتبقى 50 فدان في 50 فدان يعني انا بتكلم بعد 50 فدان طريق قبل 50 فدان طريق فالمربع اللي بعد منه مربعات يعتبر مربعين كمان يعني 50 فداني فدان تاني هيبقى طريق. انا كده بعمل اكتر من وطن داخل الوطن واعمل اكتر من نهر. استاذن حضرتك معانا بس محمد على التليفون بقى فتره اتفضل يا محمد معانا. عليكم السلام اتفضل استاذ محمد. انا عندي بس بعض الملاحظات على كلام الدكتور اللي هو مع حضرتك. اتفضل. الحاجه الاولى موضوع عدم اعترافه ببنك المعرفه ده شيء لا يجوز لان بنك المعرفه ده مشروع قومي كبير برعايه رئيس الجمهوريه واتعمل فيه مجهود كبير جدا هو مشكلته ان حلقه الوصل ما بين المستخدمين والقائمين على المشروع هي اللي مفقوده. يعني في ناس قطاع كبير جدا من الناس ما بيعرفش يتعامل مع بنك المعرفه ما بيعرفش يجيب المعلومه منه ازاي. نظير هو معذور طبعا لان هو ما اتدربش على الكلام ده كويس وما تعملوش ورش عمل وما تعملوش ندوات سواء الطلبه سواء الجمهور العادي سواء المواطن العادي. دي اول حاجه اللي انا كان التحفظ يعني. الحاجه الثانيه ليه حق الرد بعد اذنك؟ ليه حق الرد بعد اذنك؟ كمل حضرتك كمل اتفضل كمل بس النقطه الثانيه بالنسبه
حضرتك بالنسبه لسيادتك لموضوع المشاريع اللي هي دوله وطن داخل الوطن، فعلا السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي بيعمل مدن جديده وبيعمل عاصمه الاداريه الجديده وبيعمل عالمين جديده وبيعمل حاجات كثيره جدا جدا، وكل مكان في مدرسته وفي مسجده وفي كنيسته وفي جامعته، فده اكتر من مدينه جديده. شبكه الطرق على اعلى مستوى من الكفاءه بتتم، فانا شايف ان الاتجاه ده الدوله ماشيه فيه كويس جدا ومحتاج شغل كتير جدا. المرحله اللي جايه بقى اللي هي فيها الدوله المصريه تتطلب تكاتف كل القوى، يعني معاليك مثلا عندك افكار جميله جدا، المفروض يبقى في مكان او مؤسسه او حاجه طرعة، يعني حضرتك والاستاذ قلتوا حاجات ممتازه، طيب انت عايز تقدمها، هتقدمها لحد ممكن يسرقها منك ياخدها منك، لا احنا عايزين مكان يكون يلم كل الناس العلماء اللي زي حضراتكم والناس المحترمه اللي زي حضراتكم، يبقى مكان معروف اي حد عنده فكره عنده حاجه، لان انا هقتبس من كلام سياده الرئيس عبد الفتاح السيسي لما بيقول انا مش خايف عليكم من البره، انا خايف عليكم من الحرب الداخليه اللي هي عدم ترابطنا وان احنا يعني نبقى متنافسين تنافس غير شريف. الحاجه الاخيره موضوع المنظمات اللي حضراتكم بتقولوا عليها، المنظمه اللي مش عارف حقوق الانسان، المنظمه ايه؟ انا شايف ان المنظمات دي والحاجات دي اخطر من بتوع المهرجانات اللي شغالين دلوقتي. جميل صح، يعني ده اخطر من الموضوع ده، لانهم بيدوا شهادات ملهاش لازمه، بيدوا كارنيهات ممكن يسيء استخدامها على الناس اللي هي غير واعيه وغير مثقفه، وده بيتم فعلا على الكماين وعلى بعض العساكر البسطاء اللي هم ما بيعرفوش، ممكن يقولوا انا المستشار مش عارف مين، انا مش عارف ايه، انا ايه، فده خطر كبير كبير جدا خطر جدا جدا. لازم الدوله يعني ترعى الملف ده، زي ما الاستاذ هاني فاكر كده وقف بتوع المهرجانات، المفروض يتم بيان من الحكومه بوقف عمل جميع هذه المنظمات. النقطه الاخيره معلش هطول عليكم، الاهتمام بانشاء الجمعيات الخيريه، احنا في كل قريه وفي كل حته في شباب كتير بيعملوا خير، بس عايزين جمعيه او عايزين حاجه خيريه يشتغلوا فيها. طيب حضرتك بتروح تقدم للجمعيه الخيريه يقول لك استنى انت قدمت وعملت الملف وجبت جماعه المؤسسين وكل حاجه ماشي اتحروا عنهم كويس، بس المده تبقى قصيره، وهم ما بيحملوش الدوله حاجه، يعني كل الناس دي متبرعين وناس كلهم معروفين بالوطنيه، فبدل ما انا اقدم على ملف جمعيه واقعد 6 شهور 7 شهور 8 شهور لحد سنه لحد ما تجيلي الموافقه، لا انا عايز الاجراء يبقى سريع بحيث اقدر اشتغل مع الناس وأقدم خدمة مع الناس اللي هي هتريح الحكومة وتريح الدولة، وهساعد أنا بنجيب، أنا مش عايز حاجة من الحكومة خالص، هخاطب جمعيات كبيرة زي الأورمان زي مثلا المعونات أي حاجة. ممكن أسأل سيادتك سؤال؟ ممكن أسأل سيادتك سؤال؟ اتفضل يا فندم. أنا واحد من الناس اللي أنا أتمنى إن حضرتك تحط إيدك في إيدي ونبدأ نعمل حاجة جميلة للبلد دي. اسم حضرتك بعد اذنك؟ استاذ محمد. استاذ محمد، المهنه ايه يا ريس؟ انا في الاصل اخصائي مكتبات ووسائط بالتربيه والتعليم بني سويف، وعامل اجازه بدون مرتب وشغال بجامعه خاصه بالمجال. استاذ محمد، انا لما اجي اقول اقعد الطالب في بيته قدام جهاز كمبيوتر، الجهاز الكمبيوتر هيدخلني على وزاره التربيه والتعليم، مش هيدخلني في حته تاني، وزاره التربيه والتعليم هيختار المعلم الالكتروني او ما يسمى اي كان، هيدخل بعد كده يدوس على ايقونه يقول المرحله، لان انا عندي داتا انتري في بروسيسنج وفي لانجوج في معلومات عامه كتيره جدا، انا مش هسال مش هخلي ولد صغير يقعد يبحث ايه هي مكونات الذره، صح؟ فعلا فعلا. ومش هخلي ولد واحد مدرس بدرجه استاذ او دكتور او معيد يبدا يسال الاول فيديله المعلومه من اول ما هي برتقانه لونها برتقالي بها 22 ل 25 فص في كل فص من 2 ل 3 بذور، صح حضرتك؟ يبقى انا عندي ايه؟ عندي حاجه اسمها المرحله. لما انا جيت وقلت يا جماعه انا ممكن اعمل تايتل للامتحان، فكان في عندي في جعبتي 83 تايتل، اديت واحد ما ورقه صغيره كده نص فرخ، لما قعد يبص لها الاول تهكم عليها قال لي ايه ده 50 كلمة ما بين كل كلمة والتانية مسافة، وعامل لي سؤال واحد هتمتحن بيه بتاع الثانوية العامة
قلت له امتحن بيه بتاع اولى ابتدائي وامتحن بيه بتاع الثانويه العامه. ايه هو السؤال يا استاذي؟ اقرا. فلما قرا قال ايه؟ ايه ده؟ اذكر من كون من القطعه القواعد بالنسبه للغه العربيه، كون من القطعه القواعد، قواعد اللغه العربيه بحيث لا تقل عن 4 قواعد في المستوى الاول او الثاني او الثالث او الرابع. يعني انت عايز تقول ايه؟ قلت له ايوه. نرجع بقى للمعلم، المعلم لما هيدرس للولد هيقول له احنا عندنا مستوى اول تاخد عليه مقبول، مستوى تاني تاخد عليه جيد، مستوى تالت تاخد عليه جيد جدا، مستوى رابع تاخد عليه امتياز، وده ممكن يوصلني للجينيوس اللي انا بحط له نسبه من الاسئله اللي فيها العبقريه الفذه اللي بتتحط دلوقتي في الاسئله. نضرب مثال، فاضي حضرتك ليا؟ هنضرب مثال. في المستوى الاول محمد اكل البرتقاله، محمد فاعل، اكل فعل ماضي، البرتقاله مفعول به، ده يبقى مستوى الطالب المقبول اللي هو اكل محمد البرتقاله. ماشي. او اكل محمد البرتقاله. ماشي. لما اجي انا بقى احط في المستوى الرابع المنقوص والمجزوم و، يبقى انا في الحاله دي بديله ايه؟ بدي مستوى اكثر للطالب اللي هو بحث اكثر ووصل للماده العلميه الاكبر. بس بمساعده مين يا ريس؟ بمساعده المعلم. عند حضرتك في المكتبه كم كبير من الكتب، في طالب بيدخل يبص عليها الا اذا كنا بنعمل زياره ونبص للكتاب ويحط الولد قدامه تساله ده فيه ايه؟ يقول لك معرفش. لا يزايد على وطنيتي وحبي لهذه البلد، لان انا واحد من الناس اللي وانا عندي 17 سنه كنت صاحب اختراع اله حصاد ورد النيل، تجمع ورد النيل من الماء وتوفر تلت ميه نهر النيل لمصر. اما اعمل 37 اختراع واجي في الاخر افتكر نفسي ان انا واحد من البلد دي اللي راح اسيوط ويبصوا على السياحه فضربهم حد بالنار، فاعتبرت نفسي انا واحد من اللي ماتوا دول. وقلت اللي انا هقوله لحضرتك دلوقتي، بقول شاهد شهيد وشاهد على بلادي، اشوف مشاهد في كل وادي، اشوف معابد بتتكلم عن الحضاره، اشوف مسلمين حاضنه بقلوبها النصارى، اشوف بلادي في الجلابيه اجمل عروسه احلى بهيه. ولا يمكن اقدر اصدق ان ابنك بسلاحه يبدد ويضرب رصاصه رديه غبيه تقتل الناس اللي رايحه وجايه، ومهما يكون خاين هقول بلادي 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 وتحيا مصر. استاذ محمد، عاوز اكلمك قبل ما تفصل. انا يعني طلبت من السيد الرئيس انه يعمل مدينه المخترعين، هو بيعمل حاليا في العاصمه مدينه المعرفه. مدينه المعرفه قريبه من زويل، ليه؟ لان بتعتمد على البحث العلمي. انا جمعت مجموعه من المخترعين معاهم ايه براءه اختراع يعني من البحث العلمي. في واحد عامل جهاز، عامله خلاص يعني واقفين على التصنيع، بيحلي بيولد الكهرباء من ميه البحر الاحمر والمتوسط، وفي نفس الوقت بيحلل الميه. السيد الرئيس ناس شغاله في التحليه يعني اتكلف 22 مليار ولسه ما خلصناش تحليه. لا، الجهاز ده مع الراجل انا قابلته وبراءة الاختراع معايا في البيت، صورة البراءة عشان اقدمها للجهات يعني. تمام. الجهاز مصنع واخد براءة اختراع من 2015، وقدمته لجهة ما مع الاستاذ مجدي والاستاذ يحيى اللي طلع معايا قبل كده هنا، يمكن حضرتك ما شفتش الحلقة. الاستاذ يحيى عامل جهاز يوفر 90% من الطاقة، تخيل، ويخلي القطار يمشي بطاقة الوضع بدل السولار او البنزين، ويخلي الآلة ويخلي الآلة بتاع الفلاح ترفع المية للمكنة بدل السولار او البنزين. خدتهم لاحد الجهات ووعدني، قلت لهم لو ما ردوش عليا اروح الهيئة الهندسية للقوات الايه المسلحة. اتشرف بهذا طبعا. لان لما انا هولي الكهرباء وهنقي مية في نفس الوقت وهفصل الملح كمان على المية وتبقى مية مقطرة، يبقى ده مشروع الرئيس اللي حضرتك بتتكلم عنه اللي هو تحلية مياه الشط. طب ما احنا عندنا الجهاز مصري والاختراع مصري. احنا قلنا هنا ام المخترعين الحاجه فاطمه جت هنا وقالت ليه ما نستثمرش في العقل البشري بدل ما بنستثمر في لعبه الكوره وفي العمارات؟ ليه ما اخدش مخترع زي ده اعمل مصنع واصنع الجهاز ده اللي هو بيحل مياه البحر وفي نفس الوقت بيولد الكهرباء، والجهاز ايضا اللي هو بيحول طاقه الوضع الحركه وبيخلي القطار يمشي بدون ايه؟ بدون سولار. لا ما سمعتش انت بقى حضرتك. كمان بالنسبه لبنك المعرفه يا استاذ محمد، في نقطه غايبه عن حضرتك ويمكن انت مدرس. لو حضرتك ادخل على بنك المعرفه بتاع تانية ثانوي، نص المواد مش محمله عليه والاولاد
والاولاد امتحن. طب امتحن في ايه؟ بنك المعرفه ضد الكتاب، والكتاب اهدار للمال العام لانه بخمسة مليار جنيه كل سنه. يبقى انت اما البنك او اما ايه؟ او اما كتاب. فاحنا مش معترضين على المشروع القومي، بالعكس ده انا قلت الريس لو عرف بهذه الكارثه هيقول ده اهدار مال العام. ليه؟ لان الحجرات بتاع بنك المعرفه اللي كلفت كل حجره 35 مليون مقفوله من السنه اللي فاتت لم تستخدم، وجهاز التكييف شغال عليها بيستهلك كهرباء. فالاستاذ مجدي انا جايبه بس كنموذج، هو كان زعلان من حاجتين، ان بنك المعلومات اللي قدمه اتحول لبنك معرفه وتقدم للاستاذ الرئيس واحنا فرحنا، بس تقدم مبطور. مين اللي عنده الكماله بتاعته؟ الاستاذ مجدي. ممكن نقول لهم العور فين ويروح يصلحه دلوقتي ويستمر المشروع ده اللي بنطالب بيه. هو التناسب برضو طريق السيده العذراء، هو صاحب المشروع شغالين فيه حاليا لسه ما بدأوش، يستعينوا برضو بالاستاذ مجدي صاحب المشروع. الاستاذ مجدي في الحلقه اللي فاتت حضرتك ما اتفرجتش عليها لان كان هنا في عطل فني واحنا طلعنا في قناه ماسترو، اتكلم عن يعني آلة حصاد ورد النيل، واتكلم عن توليد الكهرباء من الرياح يديك كهرباء تعادل كهرباء السد العالي، وهو عمل الجهاز على حسابه وباع ميراثه وعنده نموذج للجهاز. ليه ما ناخدش الجهاز ده بتاع الاستاذ مجدي اللي هو هيولد كهرباء من الهواء وهيديني طاقه كهربائيه تعادل كهرباء السد العالي ونصدر لدول افريقيا ودول الجوار؟ فانا اتمنى حد من المسؤولين يقول لي يا فهمي انت فين المخترعين عاوزينهم؟ هندخلهم في مدينه المخترعين، هيخلوا الدولار الجنيه ب 50 دولار زي ما قلنا الحلقه اللي فاتت، واعلى واعلى، وهيدخل مليارات للبلد. برضه عندنا حاجه جميله برضه الايام دي، مش جميله قوي، موضوع ممكن يستغله استغلال جميل جدا لمصر. اتفضل. اللي هو الاضطرابات اللي هي موجوده في الصين ومنع الاستيراد والحاجات دي، طبعا ممكن احنا لان في تنبؤات عند بعض التجار والسلع يقولوا ان السلع المرحله اللي جايه دي هتعلى لان الصين وقفت. وقفت كايه؟ كحضرتك ان انا استورد او حاجه، بقى فيه ضوابط وحاجات زي فانا ممكن كمصر بقى او نستغل المخترعين دول، احنا عندنا المخترعين دول هيعملوا حاجات احسن من الصين. خد عندك بقى يا ريس. انا ممكن الحاله دي هتخليني يبقى انتاجي كتير، افكار كتيره، استغل بقى الافكار اللي زي. لا خد عندك بقى يا ريس. من الاول قالت حصاد ورد النيل تجمع ورد النيل. انا استاذن بس انا فاصل معلش يا استاذ محمد وهنرجع لك تاني. المشاهدين رجعنا من الفصل تاني، وبرضو بقول اي حد عنده مشكلة يا جماعة بيتصل بالبرنامج. احنا معلش تأخرنا النهاردة لظروف ما، بس هنطلع ان شاء الله في ميعادنا الساعة 6. واحنا قلنا الناس اللي بيتصلوا على التليفونات لو عنده مشكلة افضل ان هو يقولها بنفسه واحنا بنبلغ المشكلة. هنرجع لأستاذ مجدي. أستاذ مجدي اتكلمنا عن آلة حصاد ورد النيل قبل كده، ممكن الناس خد على فكرة مسميات بس تعرف الدنيا ماشية. واتكلمنا عن الجهاز بتاعك اللي بيولد. انا هقول مسميات آلة حصاد ورد النيل. موتور يعمل بالهواء العادي، اكسدام سلاسل السيارة، مجموعة من المضخات تسحب من نهايات نهر النيل او مضخات تسحب من المياه المالحة، وفي هيتر بيعمل تسخين ليها وتبخير داخلي تديني مية عذبة وتديني تراكم للأملاح، وهي كلها عبارة عن نظام للترومبة. في نول أنا عامله لإخواننا ذوي الهمم. النول ده عبارة عن 2 متر في عرض 60 سنتي. اسمه نص أوتوماتيك. طبعا تعرف النول اللي هو الأوتوماتيك بكام، يعني بنتكلم في ألفات. والنول العادي عبارة عن برواز بس محتاج أصحاء يطلع وينسج ويطلع على كرسي. عندك إيه تاني؟ ده عندي ايه تاني؟ عندي كتير والله. يعني طب انا برجل ذو ثلاث اضلاع، عندي اربع نظريات. انت عندك اربع نظريات غيرت مفهوم الرياضه، بقى نتكلم عنهم برضو هنا في الصحه والجمال اكثر مشاهده. انا بس الوقت الباقي كده يعني اوجه رساله، يعني ممكن اقول كلمه اخيره. انا عشقت السيسي لدرجه ان انا اصدقه فيما يقول ويعمل، واشفق عليه من اي حد ما عندوش نفس القوه بتاعه الزعيم السيسي ويجي يدخل معاه ماراثون قدام الناس. طيب في رساله هو مش هيعرف. في رساله الساده المدرسين بتاع الصف الاول والثاني ابتدائي طلع قرار ان هم يقبضوا الحوافز 10 11 12 لحد الان وزاره التربيه والتعليم بتماطل بعد ما طلع قرار من وزاره الماليه وداخلين على الترم الثاني. دي رساله.
الرسالة الثانية ان احنا بنقول الهدف من تقديم المخترعين والمشاريع هي دعم الدولة، والدولة تستحق، واحنا عارفين ان السيد الرئيس يعني